وأنني بدأت أشك في التحرر حينما بدأت حركة الوعي الإسلامي. كانت المشكلة الكبرى هو أن الكتاب الإسلامي غير الوهابي ما كان يدخل إلى المملكة ولا حتى إلى اليمن في المعاهد الوهابية الموجودة في اليمن. معهد صنعاء، معهد عز، كان عندنا 1000 معهد في اليمن، 1000 معهد وهابي، 1000 مدرسة وهابية تدرس فترة 12 سنة من صف أول إلى ثالث ثانوي، تدرس علوم التوحيد وعلوم والكتب المقررة نفسها في المعاهد الوهابية. لأن تعرفون جامعة الإمام محمد بن سعود كانت في البداية معاهد، ثم تحولت هذه المعاهد الدينية إلى جامعة، وإلا في البداية كانت معاهد. بدأت أشعر هذه الكلمات بدأت تؤثر عليها، مثلاً كلمات سيد قطب. في البداية اكتشفت ضلال القرآن، وكان ضلال القرآن هو البداية الذي جعلني أدرك في أن محمد عبد الوهاب أخطأ. طبعاً لي دليل على هذا الكلام. يقول منظر الوهابية في العالم في العصر من الأحيان الشيخ ربيع المدخلي، عنده قرابة 60 كتاب الآن، من بين الأحياء هو أكثر شخص، حتى أن الشيخ بن باز يقول أن ربيع المدخلي، أنا لا أثق في شخص في هذا العصر ما لم يوثقه الشيخ ربيع المدخلي، هو الحجة في بالذات في علم الرجال، لأن عندهم علم الرجال معاصر في معالجة الشخصيات الحية. يعني مثلا يسأل ربيع المدخلي ما رأيك في محمد متولي الشعراوي، لأنهم قالوا لأنه من الخطأ أننا نطعم في الأولين ولا نطعم في المتأخرين الأحياء. أقول الشعراوي زنديق، خلاص كلمة، قال أنا سأقول كلمة واحدة ولن أضيع وقتكم، فقط ما رأيك في الغزالي، ليس حجة، لا أثق فيه، خلاص. قل أي شخص يطعن فيه ربيع المدخلي أنا أطعن فيه. هذا الرجل هو في الحقيقة أول من التفت إلى أن هنالك، أن سيد قطب أسس التوحيد عنده لنسب توحيد محمد عبد الوهاب. قال أنا أستغرب أن كل الذين قرأوا توحيد سيد قطب خرجوا من الوهابية، وهذا فعلا حدث. في البداية كان في المدارس الوهابية يدرس كتاب التوحيد لمحمد قطب. طبعا هذا الكتاب استخلصه محمد قطب من تفسير ضلال القرآن لسيد قطب. في البداية أصلا كان يدرس في المناهج الوهابية. قال نحن علماء السعودية علماء عشنا في الصحراء، خدعنا بالمصريين وخدعنا بهؤلاء الإخوان المسلمين، فقررنا كتاب التوحيد لسيد قطب ودرس في المملكة. والمصيبة الكبرى أنه يدرس في المراحل الأولية في الابتدائية والثانوية، ثم في الجامعة يدرس توحيد الشيخ محمد عبد الوهاب. قال بعد فترة، بعد سنوات، ولكن للأسف هذه عبارته، بعد أن فات الأوان وجدنا أنهم بدأ أبناءنا يتركونا. فكل من تخرجوا في تلك السنوات خرجوا علينا. قال في البداية ما كنا نعرف من أين أخذنا، كنا لا نعرف، بأن المشكلة أن أصلا ديناميك، حسب تعبيره، ديناميك توحيد محمد عبد الوهاب هو توحيد سيد قطب. قال عجيب. قال في البداية كان محمد قطب يسكن في المدينة وهو يدرس توحيد سيد قطب، محمد قطب أخو سيد قطب. والرجل جاء إلى مصر بعد أن حكم عليه بالإعدام في مصر، لأن تعرفون أن مصر عبد الناصر حكم على سيد قطب ومحمد قطب الإعدام، ولكن سيد قطب يعني قال اعدموني أنا، أما أخي فماذا صنع؟ وهرب بعد ذلك من مصر إلى السعودية، استقبلت السعودية. قال فبدأ محمد قطب في المدينة يؤسس حلقات لتدريس التوحيد، فبدأنا نكتشف أننا رأينا كل الذين درسوا عند محمد قطب التوحيد كانت تخرج منهم كلمات. مثلا سلمان العودة هو من تلاميذ محمد قطب، كان يقول عندما ندرسهم التوحيد يقول هذا التوحيد توحيد محمد عبد الوهاب توحيد صحراوي، توحيد نجدي،
لا ينفع لهذا العصر. قال فبدأنا نبحث، وإذا هذه الكلمات كلها من محمد قطب. محمد قطب من أين سمع هذه الكلمات؟ من سيد قطب. فعرفنا، ولكن بعد أن فات الأوان، هو يبكي يقول، حتى أنه الآن نزل أكثر من 5 كتب في تكفير سيد قطب فقط، في تكفير سيد قطب، يقول لأن سيد قطب هو الذي أفسد المملكة. نحن سنوات ونحن ندرس توحيد سيد قطب ولا نعرف أنه عين الشرك وأنه كفر، وأن شرك سيد قطب ألعن من شرك أبي جهل. قال فتعرفون بعد ذلك صدرت فتوى من الشيخ ربيع المدخلي، وقع عليها علماء المملكة، وتم إحراق كل كتب سيد قطب بعد أن درست سنوات في المملكة. طبعا أنا في الحقيقة عندما درسنا توحيد سيد قطب في تلك الفترة وتوحيد محمد عبد الوهاب، في الحقيقة ما التفتنا أن في توحيدين مختلفين. لماذا؟ لأن التوحيد الوهابي مسيطر على جميع الخلفيات الفكرية عندنا، جميع المفاصل الفكرية عندنا. ولهذا عندما كنا نقرأ كتاب توحيد سيد قطب كنا نتصور أنه تأييد للشيخ محمد عبد الوهاب، ولكن في الحقيقة عندما بدأنا نتأمل وبدأنا نجد لا، الشيخ محمد عبد الوهاب يقول بعث الأنبياء لأجل توحيد الألوهية، والشيخ سيد قطب يقول بعث الأنبياء لأجل توحيد الربوبية. ما في الشيخ محمد سيد قطب يقول أما توحيد الألوهية فإنه لا يوجد أحد إلا ما شد وندر من الطغاة كفرعون وغيره من يحارب توحيد الألوهية، وإنما المعركة الكبرى بين الأنبياء لأجل توحيد الربوبية. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول إنه لا يوجد أحد من المجتمعات الجاهلية المشركة من كان مشركاً في توحيد أصلا الربوبية، بل أن عرب الجاهلية كانوا موحدين في توحيد الربوبية، وإنما بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل توحيد الربوبية. ومن قال أنه بعث لأجل توحيد الألوهية، طبعا بدأنا نشوف أنه فعلا فيه مدرستين مختلفتين تماما. وبدأنا نعرف أنه كلام الشيخ ربيع المدخلي سيد قطب كان ذكي، يعني ما كان يذكر اسم محمد قطب، اسم محمد عبد الوهاب، كان يقول أما هذا. ولذلك يقول عندما ذهبنا إليه الشيخ ربيع المدخلي يقول قبل أن يعدم سيد قطب ذهبنا إليه وقلنا له أنت تقول أننا نعيش في مجتمعات جاهلية، هل هذا الحكم يضم المملكة العربية السعودية؟ قال هو طأطأ رأسه. قلنا له المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي حاربت الشرك وهدمت القبور، فضحك حتى تعجبنا أصلا، كان يضحك وقال كلمة بالمصري هاشا باشا. هاشا باشا يعني بالمصري ما أدري ما هي ترجمتها باللهجة العراقية أو باللهجة، يعني كلام فارغ. قال أنا فهمت الرجل هذا مشرك، يعني كيف يعني هاشا باشا يعني. فقال فللأسف يقول بعد أن انتشر كتب سيد قطب بدأ شبابنا يتمسخرون من توحيد محمد عبد الوهاب. طبعا كانت الكارثة بالنسبة لنا في الجامعات أن تعريف توحيد الألوهية لسيد قطب يختلف 180 درجة عن تعريف محمد عبد الوهاب بتوحيد الألوهية، لا يوجد أي علاقة. يعني سيد قطب، الشيخ محمد عبد الوهاب يرى أن توحيد الألوهية يعني توحيد العبودية، يعني عدم التوسل بالأولياء. الشيخ محمد السيد قطب يقول توحيد الألوهية هو أنه يؤمن أن هنالك بتعدد الآلهة، وأن هنالك إله في مقابل الله، ليس قضية العبودية، قضية أنه الله وحده ولا إله غير الله. فإذا بدأ الشيخ ربيع المدخلي يقول هذا الغبي، هذا المشرك يعرف توحيد الألوهية بطريقة تخالف مشايخنا. طبعا لكن هذا لا يفيد، لأنه تعرفون أن المشكلة حدثت كما يقول الشيخ ربيع المدخلي
بعد أن انقسمت المملكة السعودية قسمين، قسم مع توحيد سيد قطب وقسم مع توحيد، حتى عندما أحرقنا كتب سيد قطب رجعوا مرة ثانية وأدخلوها عبر الإنترنت وعبر النت، وقالوا أن ترامب، فقال للأسف أفسد علينا سيد قطب ولاءنا لتوحيد محمد عبد الوهاب وولاءنا لآل سعود. وإذا بنا نجد تلامذة محمد قطب يفجرون السفارات الأمريكية ولا يتجهون إلى تفجير القبور، فعرفنا أن هنالك خلل. طبعا سيد قطب كان يقول نحن ندعو إلى توحيد القصور، شرك القصور، اتركوا شرك القبور، الشرك الأمريكي. طبعا هذه تعبيرات سيد قطب باعتبار أنه، تعرفون أنه كان ملحد وكتب قصائد للأسف شديد الآن وزعها الملحدون في المواقع، يعني يسب الله في هذه القصائد. وطبعا هو بعد أن بعد الأربعين أصلاً رجع من أمريكا وكتب رسالة المشهورة وداعا أم كلثوم وداعا توفيق الحكيم وداعا عالم الفن وداعا عالم السينما إلى عالم المشانق والإعدامات. وفعلا كان هو يعني كثير من الأفلام الفاسدة في بداية العصر المفسدة في مصر تجدون بقلم سيد قطب، كثير من الأغاني المبتذلة بقلم سيد قطب. في آخر في بعد الأربعين هو كتب في كتابه معالم في الطريق إن الذي يكتب هذا الكلام عاش سنوات وهو يلحد بالله، ولكن أراد الله أن يهتدي. فبدأ عندما رجع من هناك بدأ يكتب أول كتاب نشره الإسلام الأمريكي والتوحيد الأمريكي، ويعني بالتوحيد الأمريكي توحيد محمد عبد الوهاب. فالشيخ ربيع المدخلي يقول الذين درسوا عند سيد قطب وعند محمد قطب تمسخروا من آل سعود وكفروا آل سعود واستباحوا دماء آل سعود، والذين درسوا توحيد محمد عبد الوهاب يقدسون آل سعود. طبعا هم، أنا أعتقد أننا كنا في غباء، أنه واضح جدا سيد قطب قام بثورة ضد عبد الناصر. من يؤمن بهذه الثورة لا يمكن أن يؤمن بآل سعود، لكن اكتشفوا في وقت متأخر. ولكن هذا أنا أعتقد أن الذين في البداية كانت الهداية مؤقتة، في البداية اكتشفنا سيد قطب، ولكن بعد ذلك اكتشفنا أن هنالك بعض الأخطاء في فهم سيد قطب للتوحيد، باعتبار أن سيد قطب ما دام أنه لم يأخذ التوحيد من منبع الرئيسي هم القرآن والعترة، وعدم مراجعة كلام العترة تجعل الإنسان يقع في شطحة. ولكن لا يمكن أن نقيس أخطاء سيد قطب أخطاء محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب وقع في أخطاء أدت إلى استباحة دماء المسلمين، بينما سيد قطب لم يقع في أخطاء في دراسة التوحيد، بل كثير. يعني أنا تفاجأت أنه بعض العبارات تجد أنه ربما أخذها يتهمه الشيخ ربيع المدخلي. يقول أنا في أحد الجلسات المتواترة عن سيد قطب دخلنا عليه، وهذه منقولة تجدوها في كل المواقع، وقلنا له أن الأفكار التي تنشرها سواء في التوحيد أو في الطعن في معاوية وفي عثمان والطعن في عمرو العاص، لأن سيد قطب كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد شهادة لله أن معاوية مات كافرا. طبعا هذه كلمة سيد قطب يقول أصلا، وكلمة في عثمان، تعرفون أنه يرى أن عثمان يرى أن أعظم ثورة في الإسلام قبل ثورة كربلاء هي الثورة ضد عثمان، ويرى أن أعظم في كتابه ظلال القرآن عبارة أنا نقلتها في كتابي نقد الشيخ من الداخل، أن أعظم ثورة في تاريخ البشرية جمعاء هي ثورة الإمام الحسين، ويكتب كتابات، وعنده كتاب كذلك، كتاب كتب وشخصيات، باب دفاع عن الإمام علي. إذن بدأنا نكتشف أن رؤية سيد قطب في التوحيد تخالف الوهابية، رؤية سيد قطب في الإمام علي تخالف الوهابية، رؤية سيد قطب في الإمام الحسين. فطبعا لكن إن شاء الله أن تكون الهداية أكثر.